لا تفوتوا أبطال بلباس النوم على ديزني جونيور. لكن أولاً فلنستمتع بمهمات أحجيات عظيمة مع أبطالنا الليليين. لكن ما هي مهمة الأحجية؟ هذا سهل، إنه الليل، الأشرار احتلوا المدينة والأبطال بلباس النوم يحتاجون مساعدتكم للإمساك بهم. لكن كيف؟ سترون صورة شرير تنقصها قطعة بجانبها أربعة اختيارات محتملة. اختاروا القطعة التي تلائم الأحجية وأكملوا الأحجية. حسناً، سوف أصل في لحظة. أول شرير هو نينجا الليل. احترسوا لأنه سريع وخطير جداً. ها هو كما ترون، تنقص قطعة. ها هي خياراتكم الأربعة، أيها تعتقدونها ملائمة أكثر؟ جدوها لتمسكوه. هيا فكروا، لا تدعوه يهرب. ها هي الإجابة. أجل، أمسكتم به. عرفتم القطعة؟ أثق بهذا. فلنجرب التالية. انظروا، إنها الفتاة لونا. احذروا منها. أي قطعة تعتقدونها ملائمة لإكمال صورتها؟ اعرفوا وستمسكون بها. لديكم أربعة خيارات، فلنرى. 1، 2، 3، و4. هكذا، واحدة فقط ستفلح. أتعرفون أي قطعة؟ هذا صحيح، ها هي الإجابة. فلنجرب واحدة أخرى. الآن أكمل هذه الصورة لروميو الشرير المضحك. حسناً، ها هي خياراتكم الأربعة، وتذكروا واحدة فقط ملائمة. أي من هذه تعتقدونها ستمسك به؟ هيا كدنا ننتهي. وها نحن، ممتاز، أمسكناه. هل استمتعتم؟ أنا استمتعت حقاً. كانت هذه الأخيرة، هل أمسكتم بهم جميعاً؟ ساعدتم الأبطال بلباس النوم في إنقاذ المدينة من أشرار الليل. أحسنتم، يمكنكم الاستمتاع بألعاب أكثر كهذه. ولا تنسوا مشاهدة المزيد من أبطال بلباس النوم على ديزني جونيور.